أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الصين لها مواقف داعمة للقضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية، وتطالب بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وأضاف شكري على أن مصر مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين والمجلس الأوروبي، ذلك لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة والتي تحمل آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني. الصين طبعا دولة عظمى، دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تتخذ دائما مواقف داعمة للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ونستمر في التنسيق الوثيق معها. هناك قرار يطرح من قبل الجزائر كممثل عن الدول العربية لوقف إطلاق النار، الصين داعمة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات ورفضها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وصوتها بالتأكيد صوت مسموع وقوي، ومن الأهمية أن نستمر في التنسيق معها لتحقيق حقوق المشروع للشعب الفلسطيني.